على وسط الملعب، حسين الشحات يسندوها لعبد القادر اللي موجود في الدايره دلوقتي، الادوار اللي كان بيقوم بيها عمار حمدي قبل اصابته وخروجه في نهايه الشوط الاول. محمد هاني يلعب على طول تاني الكريم، حلوه العرضيه يا ولد يا لعيب، طالع لفوق يا ولد يا لعيب، حسام حسن جول جول جول، الهدف السادس للنادي الاهلي. دخلنا في ليفل جديد، ليفل السداسيه بعد ليفل الخماسيه، سته للنادي الاهلي امام منيا السمنود. حسام حسن بيسجل تاني اهدافه في لقاء اليوم. يبقى الدقيقه 58 حسام حسن كان سجل جون، في الدقيقه 19 يبقى سجل الثالث والسادس. انما النهارده حسين الشحات لازم نتكلم على صناعه اللعب وصناعه الهجمات اللي عملها لزمايله في اهداف اليوم. ثلاث اهداف من الخمسه اللي كانوا في الشوط الاول كلهم عن طريق حسين الشحات، وادي العرضيه الحلوه اللي عملها كريم فؤاد، والارتقاء الاحلى من حسام حسن.